بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي أربع مسائل في السيجنال، إذا كانت بريوديك أو نان بريوديك. فعندي السيجنال الأولى أعطانيها في الكونتينوس تايم وجالس تتكرر كل 0.2 سكند، فطلعنا التي اللي هو 0.2. الفريكوانسي بتكون 1 على تي، بتطلع معانا 5 هرتز. الأوميجا 2 باي F أو 2 باي على تي، بتطلع معانا 10 باي. أكيد السيجنال بريوديك. طيب السؤال الثاني أعطانيها برضو في الكونتينوس تايم بس مو جالس تتكرر معانا، فعلى طول نقول نن بريوديك. السؤال الثالث أعطانيه في الديسكريت تايم وجالس تتكرر كل 8 سيمبلز، فطلعنا ال N اللي هو 8. الأوميجا 2 باي على 8، بتطلع معانا باي على 4 راديون. أكيد السيجنال بريوديك. طيب السؤال الرابع أعطاني إكويشن ما أعطاني جراف، فأفضل طريقة في ذي المسألة إنه نرسمها، فنرسمتها هنا. فعند الزيرو أعطاني 1، وعند الواحد أعطاني سالب 1، وعند الاثنين أعطاني 1 إلى ما لا نهاية، وعند سالب 1 أعطاني سالب 1، وعند سالب 2 أعطاني 1 وبرضو إلى ما لا نهاية. فطلعنا ال N اللي هو 2 symbols. الأوميجا 2 باي على 2، بتروح ال 2 مع بعض يبقى الباي. أكيد السيجنال بريوديك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.